احنا ايش دخلنا بسوريا؟ من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، لان احنا مسلمين الحمد لله، لان احنا عندنا ايمان بالله جل وعلا، لان احنا نعرف ان قراننا واحد وربنا واحد وشريعتنا واحدة، ما تفرقنا حدود ولا سدود ولا جنسيات ولا استعمار فصل بيننا. هذا كله سوف يرمى ان شاء الله في ويجعل في زبالات التاريخ. سترجع الأمة أمة واحدة بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. ايش معنى سوريا؟ سوريا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضلها، وذكر انتم بعضكم ما تبع بهذا الحديث، في آخر الزمان يكون جند بالعراق وجند بالشام وجند باليمن، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم مع أي جند أكون؟ قال عليك بالشام، عليك بالشام، فالملائكة باسطة أجنحتها. كل هذا بركة لهذه الأرض، إنها الشام التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها: إن الإيمان إذا كثرت الفتن بالشام، إن الإيمان إذا كثرت الفتن بالشام. الشام اللي كنا نراها منطقة وبلاد عادية حالها كحال كل بلاد المسلمين، بلاد عادية، اليوم شوف الثورة التي فيها، يربيهم الله عز وجل لأمر آخر. شوف كل شعاراتهم: مالنا غيرك يا الله، مالنا غيرك. كل الأمم تخلت عنهم صح ولا لا؟ كل الشعوب تركتهم، كل سياسة العالم تنكبت لهم وأعطتهم ظهرها، فعلموا أنه لا ناصر لهم إلا الله عز وجل. شعارهم: حسبنا الله ونعم الوكيل، وسينقلبون بخير يعطيهم الله عز وجل إياه. الله عز وجل يريد خيرا لهذه الأمة. تأخير النصر هذا أنا أرى أنه خير، خير لهذه الأمة. ما ندري ماذا يريد الله عز وجل لهذا الشعب. كل قطرة دم تروى بها تلك الأرض المباركة إنما هي حياة لهذه الأرض، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ليش أنتوا الآن حابين لأجل الشام؟ أقول لكم أمر قلتها أمس بالتلفزيون لأول مرة يا أخوان، بلا حزبية ولا عنصرية ولا تحيز. ثورة ليبيا، تونس، مصر، اليمن، ثورات مباركة لكنها صفحة وكفة، وما يحصل اليوم في سوريا كفة أخرى ومرحلة جديدة في هذه الأمة. نعم، إنما حصل في تلك الثورات المباركة مرحلة الأمة صح، لكن ما يحصل اليوم في سوريا مرحلة، أولا هي معركة بقاء لهذه الأمة، إما أن نكون أو لا نكون، وبإذن الله سنكون أمة باقية. اثنين، ما بعد سوريا، وأذكركم بكلمات هذه، سيتغير أمر كثير في هذه الأمة. ما بعد انتصار سوريا وبعد قيام الأمة مرة أخرى في سوريا وعودة الأمة للنصر في سوريا، سيتغير أمر كثير خاصة في المنطقة عندنا، سيتغير ميزان القوى، وأمم بإذن الله عز وجل شرها سينكسر، ومشروع ضخم يريد لهذه الأمة شرا سيزول بإذن الله عز وجل. عشان كذا لما يقولون للناس إيش معنى سوريا، ما يفهمون أن سوريا ستغير تاريخ الأمة بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيك أبو علي. أبو عبد العزيز،